نبدأ بسم الله، ولا يمنع أتصور نتعرف على أعضاء الفريقين مرة أخرى. تعرفونا بأسمائكم ونبدأ بعد شوية في طرح أسئلة اليوم. خليفة الجهوري السنة الرابعة. حمود الحارثي السنة الثالثة. السؤال الثامن يقول، بداية طيبة إن شاء الله، في أي صناعة تستخدم الأشياء التالية: خشب الساج، خشب السدر، المنشار، والمثقاب، والمسحج، والصل، الصل، وحبال جوز الهند؟ هي الإجابة صناعة السفن. عفوا، صناعة السفن. السفن، وإجابة صحيحة. سؤال فني ويعتمد على المشاهدة. رحين نشوف لقطة من خلال الشاشات عندنا هنا. أنا عندي عنتون، عندي فاضول عنتون لفا قني، ويحبي أكل في الدكان الدنج ومقوض المالح مقوضنه. الله يا الله يا كريم يا رحيم يا رزاق يا عليم. وأنت مو علومك. والله سلامتك. ما حد سأل عني ولا حد؟ صحيح. هذاك اليوم وانا ما رحيت المسفاة لقيت سيف بن حمد يسلم عليك. وعقب السلام يقول عوين يبغى 6 كراتين ساوية واربع كراتين عنص. احنا شفنا مسلسل عماني، بس يا ريت لما تعطونا الاجابة تقتربوا من الميكروفون، وما نبغي اكثر من اجابة واحدة. ايش اسم هذا المسلسل؟ وزير مسافر خانة. فوازير مسافر خانة، ولا شايب خلف؟ لا، مسافر خانة. وإجابة صحيحة، إجابة صحيحة.